السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل اكبر حزمة لوجوهات احترافية، لوجوهات فري فاير. طبعا لوجوهات حزمة، لوجوهات شعارات فري فاير احترافية، اكثر من 90 لوجو احترافي. شوفوا هاي كلها لوجوهات، يا رباه. شوف شوف شوف، لوجوهات كلها جاهزة، وفي لوجوهات بي ان جي، وفي لوجوهات بخلفية احترافية، يعني في لوجوهات بدون خلفية، وفي لوجوهات مع خلفية احترافية. لوجوهات جاهزة، بس تاخذها وتحطها في شعار قناتك. فقبل ما استعرض لكم هذا اللوجوهات، طريقة تحميل هذا اللوجوهات جدا سهل. افتح الوصف بتحصل رابط التدوينة او الموقع الخاص بي. كل ما عليك انك تدخل على رابط التدوينة، تنزل لتحت بتحصل هنا اللوجوهات ينقسم الى 3 اقسام، 3 اجزاء، كل جزء يحتوي على عدد معين. هذا هو رابط القسم الاول، القسم الثاني، القسم الثالث. بس تضغط على الرابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع ميديا فاير. هذا الموقع تضغط على التحميل، تحمل اللوجوهات بالطريقة العادية. هذا هو كل الجزء الأول، وهذا هو الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث. أوكي أوكي، كله احترافية. بعد ما تحمل أوكي، تحطه في ملف واحد. هذا هو، أنا حطيت حملت كل اللوجوهات حطيتها في ملف واحد. بس هذا هو اللوجوهات، الحين راح بستعرض لكم، ما بطول في الفيديو. هذا هو اللوجوهات، شوفوا كلها احترافي. طبعا في لوجوهات ناس ما قلت لكم بخلفية، وفي منها بدون خلفية، كلها احترافي. شوف يا رباه. طبعا هذا اختار اي لوجو يناسبك وحطه لشعار قناتك او لوجو قناتك، او تقدر تستخدمه في المدونات. شوفوا كلها احترافي، تقدر تضيف تعدل عليها، تضيف اسمك وتضيف تصمم، يعني في لوجوهات بي ان جي تعدل عليها على حسب اللي يناسبك. حتى في لوجوهات بنات، يعني اذا كان يعني في متابعات، في لوجوهات للبنات، لقنوات البنات. شوفوا هاي مثل هاي اللوجو. فبس ما بطل في الفيديو، هذا هو اللوجوهات، جدا احترافي، انصح الكل يحمله. بس اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.